لليوم الثاني على التوالي واصل الناجحين في مناظرة عملة منجم الفوسفات بالمكناسي غلق الطريق الوطني عدد 14 الرابطة بين صفاقس وقفصة احتجاجا على تأخر انتدابهم بالإضافة لغلق مدخل المدينة في اتجاه صفاقس مع السماح ليلا لمستعملي الطريق بالعبور. 11 نوفمبر 2013 و16 هبطت نتائج نهائية تعهدوا من بعد النتائج بشهر باش يسولنا وضعيتنا نتائج نهائية باش يسولنا وضعيتنا التعهد اللي تعهدوه ما صار منه حتى شيء. اليوم عنا شهر و17 يوم نستنوا فيهم ما ثماش حتى جديد يذكر. اليوم قمنا بالاحتجاجات وما زلنا راه باش نصعدوا لقدام باش نرجعوا لتالي ما ثماش.